لكم عانيت أرق الاشتياق، وأنا أجوب الأرض بحثا عنك، ولكم تاقت نفسي لرؤية طلعتك البهية. واليوم ها أنا ذا في طريقي إليك يا ملاذ هذه الروح المشتتة الباحثة عن الحقيقة. ولدت لأب من بلاد فارس، من دها قينها وأحد كبار الزردشتيين فيها، فترعرعت في بيت رفيع المستوى محاط بالخدم والحشم، وبين قوم يعتقدون بأن النار مصدر الحياة فلا ينبغي أن تنطفئ. لقد كنت غير مقتنع بعبادة أسلافي ولا أؤمن بطقوسهم، والنار آنذاك عندهم مقدسة، يعملون على إبقائها مشتعلة ليلا ونهارا في معابدهم. كانت نار أخرى تشتعل في أعماق نفسي، فتركت منزل الأهل والأحباب، تركت نصيبي من الجاه والمكانة الخاصة التي كنت أنعم بها، ومضيت في رحلة البحث عن الحقيقة ضالتي المنشودة. الباحث عن الحقيقة يحتاج إلى طريق. مرت الأيام حبلى بالأحداث حتى أذن الله أن ألتقي بأحد القسيسين والرهبان ممن بقي على دين عيسى بن مريم، ولما دنت منه الوفاة أخبرني أن الضالة عند نبي يبعث ببلاد العرب بشر به عيسى بن مريم وأمر باتباعه، ولنبوته آيات لا تخفى. فشددت الرحال إلى تلك البلاد رجاء أن يقيد الله لي اللقاء بالنبي المبعوث، وفي طريقي إليها وقعت في الرق. ما أكرم عطايا الرب، ولكن رب نعمة تأتي مغلفة بالبلاء. بقيت فترة من الزمن تحت رق العبودية، أعمل تحت إمرة اليهود في النخل، وأنا أناجي الرب ليعجل لي اللقاء بالنبي المبعوث، وأنا أنتظر أزوف الموعد وساعة الخلاص. وذات يوم شاءت الأقدار أن يكون اللقاء. للنبي المبعوث آيات لا تخفى كما أخبرني الأسقف النصراني، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة. ذهبت إليه، قدمت له رطبا على أنها صدقة، فأمر أصحابه أن يأكلوا، وأمسك عن الأكل هو والنفر من بني هاشم. تلك هي أولى العلامات. ثم ما لبثت أن تحققت من باقي العلامات حتى اكتمل. نعم، إنها الحقيقة متجلية أمام عيني، إنه النبي المبعوث، إن الضالة لديه. خشع قلبي واستقرت نفسي، فأظهرت إسلامي وآمنت به إيمان الأولياء البررة.
كنت أنا ذاك ما أزال عبدا مملوكا. فتدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لينقذني من محنة القاسية. غرس بضع مئات من فسيلات النخل وأربعون أوقية من ذهب وتفاصيل أخرى كانت ثمنا لتحرري من العبودية. غرس رسول الله صلى الله عليه وآله النوى بيديه، وكان أمير المؤمنين علي عليه السلام يعينه. وبعد أن تحررت من مالكي اعتقني رسول الله واختار لي اسما جديدا هو سلمان، لأصبح من مواليه صلى الله عليه وآله. بعد مرور عدة أشهر على مقدم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة، آخى بين أصحابه من المهاجرين والأنصار. كان صلى الله عليه وآله يؤاخي بين كل رجل ونظيره، وقد آخى بيني وبين أبي ذر، واشترط عليه أن يسمع كلامي. إنها السنة الخامسة للهجرة، ديار الإسلام في خطر، آلاف المقاتلين يزحفون نحو المدينة بنية حرب رسول الله صلى الله عليه وآله. كنا في المسجد وقد ثار جدل واسع حول أسلوب مواجهة هذا الزحف الكبير. وفي غمرة النقاش طرحت على رسول الله صلى الله عليه وآله فكرة الخندق قائلا: يا رسول الله، كنا في أرض فارس، إذا غزانا العدو حفرنا الخنادق. حظيت الفكرة بحماس الجميع، حيث لم يعرف العرب هذا الأسلوب قبل هذا التاريخ. وفي ظروف بالغة القسوة بوشر العمل بحفر الخندق في الجهة الشمالية من المدينة، وهي المنطقة المكشوفة التي تشكل نقطة الضعف في دفاعاتها. ذات يوم كنت أحتل الصدارة في مجلس رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، فعظم على أحد الحاضرين ذلك، وإذا به يحاول تحقيري بنسبي قائلا: من هذا العجمي المتصدر فيما بين العرب؟ فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر وخطب قائلا: إن الناس من عهد آدم إلى يومنا هذا مثل أسنان المشط، لا فضل للعربي على العجمي ولا للأحمر على الأسود إلا بالتقوى. ثم استطرد القول وحباني بوسام عظيم قائلا: سلمان منا أهل البيت. بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله تسارعت الأحداث بشكل مثير. نسجت قريش أخطر مؤامراتها، كما تنسج العنكبوت بيتا هو أوهن البيوت. لقد أخرجت سلطان رسول الله من داره إلى دورهم. فالتففت وأصحابي حول أمير المؤمنين علي عليه السلام. أجل، لقد التففنا حول رجل اختارته السماء. وقفنا متشددين من نصرته، اعترضنا على صرف الخلافة عنه. آنذاك خطبت الذي جلس على مسند الخلافة بغير حق قائلاً: إلى من تسند أمرك إذا نزل بك القضاء؟ وإلى من تفزع إذا سئلت عما لا تعلم؟ وفي القوم من هو أعلم منك؟
وأكثر في الخير أعلاماً ومناقب منك، وأقرب من رسول الله صلى الله عليه وآله قرابة وقدمة في حياته. قد أوعز إليكم فتركتم قوله وتناسيتم وصيته. وتوجهت للناس أذكرهم بالعهد: عليكم بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فوالله لقد سلمنا عليه بالولاية وإمرة المؤمنين مرارا جمة مع نبينا، كل ذلك يأمرنا به ويؤكده علينا، فما بال القوم عرفوا فضله فحسدوه، وقد حسد قابيل هابيل فقتله، وكفارا قد ارتدت أمة موسى بن عمران، فأمر هذه الأمة كأمر بني إسرائيل، فأين يذهب بكم أيها الناس؟ لقد انتخبني الخليفة الثاني لأكون أميرا على المدائن، وبعد أن استأذنت أمير المؤمنين عليا عليه السلام شددت الرحال لخدمة الإسلام والمسلمين في تلك البلاد. قصدت المدائن على ظهر حمار، فيما كان الناس ينتظرون جيشا وطبولا وأقواسا وبهرجة. لم أتوجه إليهم أسوسهم وأقيم حدود الله فيهم إلا بإرشاد دليل عالم، فنهجت فيهم بنهج أمير المؤمنين علي وسرت فيهم بسيرته. لم أسكن القصر، بل بنيت بيتي بنفسي وعملت في سف الخوص، فأكلت مما صنعت يداي. الجنة كانت تشتاق إلى سلمان، وسلمان كان حبيبا من أحباب ملائكة الله المقربين. لقد حلت لحظة الوصال بالمحل الأعلى وأهل الجنان. أغمض سلمان عينيه وأسدل يديه، تخفف الإنسان السماوي من ثوبه الأرضي ليرحل بعيدا إلى عوالم حافلة بالنور والحب والسلام. طويت الأرض لأمير المؤمنين علي، وجاء من المدينة إلى المدائن، تولى غسل سلمان وتجهيزه، صلى عليه ثم دفنه. في ليلة سار الوصي إلى أرض المدائن لما ألها طلبا، فألحد الطهر سلمانا وعاد إلى يثرب والإصباح ما قربا.